مساكم سعيد مشاهدينا الكرام، نجدد معكم اللقاء دائما من خلال برنامج سوشو باختيار أهم المواضيع الاستثنائية، آملين أن نقدم رسالة هادفة والمساهمة في نشر الوعي لتعم الفائدة على الجميع. مهاجمة فرد أو جماعة بكلام مسيء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بناء على توجهاتهم العرقية أو الدينية، الجنسية أو إعاقاتهم الجسدية، وقد يكون أكثر من ذلك، هو تعبير عن صراعات بين مجموعات مختلفة داخل المجتمعات تدرج تحت مسمى خطاب الكراهية، وهو موضوع حلقتنا لليوم مع ضيفي المميز جدا الأستاذ الدكتور صخر الخصاوني. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك ومساء الخير لكل المستمعين وكل المشاهدين، وشكرا لهذه الاستضافة، وإن شاء الله أنها تكون حلقة مميزة اليوم. أكيد. ونضع الحروف، ما هو خطاب الكراهية وما هو الذم والقدح والتحقير. صحيح. طبعا أول شيء إحنا وعدنا المشاهدين تكون معنا بحلقات تانية، وإحنا وفينا بالوعد وتكون معنا أكيد دائما بطرح مواضيع حساسة جدا، وخصوصا دكتور إحنا هلا بسوشيال ميديا، يعني عالم افتراضي، كل شوي عم نسمع عن قصة شكل، كل شوي عم نسمع عن موضوع شكل، عم بيزيد خلينا نقول العنف، مش عم بيعمل سلم مجتمعي. صحيح. هلأ خطاب الكراهية ما له تعريف محدد، لكن في له مضمون ضمن التعريف هذا، ممكن تحكي لنا عنه دكتور بشكل قانوني؟ يعني مثل ما أنت تفضلتي في البداية، خطاب الكراهية هو عبارة عن كلام أو إشارات أو حركات أو تعبيرات، هذه الكلمات موجهة تجاه مجموعة من الأشخاص أو إلى شخص بسبب انتمائه العرقي أو الديني أو السياسي، فبالتالي هي خطاب مضمونه أما احتقار هذه الفئة أو إفناء هذه، أو حتى يصل إلى إفناء هذه الفئة من المجتمع، بمعنى التحريض على العنف ضد هذه الفئات، فلذلك دمهم، خلينا نقول دمهم من المجتمع أو نبذهم، عفوا النبذ من المجتمع، النبذ من المجتمع الذي يصل في بعض الحالات إلى خطورة تصفيتهم جسديا، فبالتالي خطورته بأنه هذا يدعو فئات المجتمع إلى التنافر فيما بينها، خطورته إنه هذا يدعو إلى محاربة هذه الفئة، وبالتالي تعريض هذه الفئة إلى خطر، قد يكون هذا الخطر جسماني، وقد يكون الخطر متعلق بحياتهم، أو قد يكون متعلق يعني بجميع وسائل الحياة. فلذلك خطاب الكراهية هو خطاب مجرم دوليا، ويجوز تجريمه موجب بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكل الدول العالم تخرج هذا الخطاب من مظلة حرية الرأي والتعبير، فبالتالي لابد من وجود تشريع، وهذا التشريع أن يكون يغلظ العقوبات تجاه تلك الفئات التي تقوم بتحريض مجموعة ضد مجموعة من فئات المجتمع، حفاظا على الأمن والنظام والسلم الاجتماعي. فلذلك عندما نقول حريات الرأي والتعبير، عندما ندعو لحريات الرأي والتعبير، أنا بدي أسألك دكتور شو الفرق بين حرية الرأي والتعبير وبين خطاب الكراهية؟ فكلما ندعو إلى حرية الرأي والتعبير نحن نستثني من طياتها خطاب الكراهية، خطاب الكراهية الموجه تجاه اللون، الجنس، الدين، العادات والتقاليد، فبالتالي لأنه هذا الخطاب يمس الأمن والنظام العام. صحيح. ولا يتعلق في حريات الرأي والتعبير، فلذلك إحنا كل يوم ندعو الحكومة، ندعو مجلس النواب إلى تبني قانون، هذا القانون يجرم خطاب الكراهية، وهذا التجريم هو متفق مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. إحنا في المشرع الأردني يعاقب عنا في نص المادة 150 على جريمة اسمها إثارة النعرات الطائفية. صحيح. والمذهبية والعنصرية، كويس، لكن هذا التجريم لا يكفي، لأنه صور خطاب الكراهية قد تتعدى إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والعنصرية، وهنالك معايير عديدة لاعتبار أنه خطاب الكراهية لطالما أنه يدعو إلى نبذ هذا الشخص من المجتمع. صحيح. لطالما أنه يدعو إلى فناء مجموعة أو هذا الشخص، أو لطالما أنه يحرض مجموعات على أنه قيام بأعمال عنف ضد شخص معين. صحيح. فلذلك هو ضمانة لتجريم خطاب الكراهية في حد ذاته، في مضمونه هو ضمانة لممارسة حرية الرأي والتعبير وفق القواعد، وفق القواعد المرعية. فبالتالي إحنا اليوم من خلال المنصات ندعو إلى أنه أن يكون عندي ضبط لمفهوم خطاب الكراهية،
وأن يتم تجريم خطاب الكراهية، وخاصة على في موجب قانون الجرائم الإلكترونية، على الرغم أنه أنا في كان عندي محاولة لتعديل قانون الجرائم الإلكترونية. أي مادة؟ نص أي مادة؟ لا، كان في عندي تعديل لقانون الجرائم الإلكترونية. كان في عندي مشروع تعديل لقانون الجرائم الإلكترونية، وقد أضافوا فيه خطاب الكراهية، إلا أن هذا المشروع لم يكتب له النجاح، وكان واحدة من الأسباب أنه لم يتم ضبط تعريف خطاب الكراهية. صحيح. ولم يتم تعريف أركان المحددة لجريمة خطاب الكراهية. اليوم في عنا حكي في الأردن بأنه هنالك تعديل على قانون الجرائم الإلكترونية، وهنالك مسودة مشروع لتعديل قانون الجرائم الإلكترونية، وأتوقع أن تكون من ضمنها خطاب الكراهية، وبالإضافة إلى الجرائم الأخرى اللي يتم تعديلها. صحيح. فاليوم قلت لي بس دكتور، فاليوم بدي أميز بس عفوا أنا آسف للمقاطعة، لا تفضل، بدي أميز ما بين خطاب الكراهية وما بين الذم والقدح وما بين حق النقد المباح. في عندي وفي عندي كمان مصطلح رابع، اغتيال الشخصيات. لكن هاي مواضيع جدا مهمة. تفضل. بس خلينا أوضح وين النقاط الخلاف. الذم والقدح بموجب قانون العقوبات هو إسناد مادة معينة، لو في معرض الشك والاستفهام القصد منها النيل من سمعة الشخص، فبالتالي هي عبارة عن كلام مجموعة، كلام أو أنا. كلام أو كلام أو كتابة موجهة من شخص إلى شخص، والقصد منها أنا أحط من كرامة هذا الشخص. إذن بمعنى هي قضية شخصية ما بين شخصين. فأنا لم أتدخل الآن، أنا ما سبيت عليه أو ما حكيت عليه عن طريق السوشيال ميديا أو إشي. ما حكيت على هذا الشخص بسبب أنه انتماءه ديني، انتماءه سياسي، انتماءه فأنا قاعد، إذا قضية هي القصد منها المساس بسمعة الشخص. فهون هي قضية يعاقب عليها القانون إذا كانت من خلال الوسائل الإلكترونية في نص المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية. لكن بخطاب الكراهية أنا وجهت هذا الكلام، ليش؟ لأنها يعني آسف، لأنها امرأة. أنا وجهت هذا الكلام لأنه دينه كذا، أنا وجهت هذا الكلام لأنه لونه كذا. إذا أنا قاعد بوجه خطاب تحريضي، خطاب عنف. بينما بالذم والقدح هي مسألة شخصية بين شخصين، في كلام مسيء، إذا في حط من مكانة الشخص، ففي إساءة. يجرم عليها القانون، سواء قانون الجرائم الإلكترونية بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات أو بالغرامة أو بقانون العقوبات حسب المكان وحسب الظروف. في مصطلح عندي اسمه اغتيال الشخصية. اغتيال الشخصية هي عبارة عن عملية ممنهجة تتضمن الكيل من الاتهامات إلى شخص يتبوأ منصب عام أو شركة أو صاحب شركة عامة، القصد منها إن إخراجه من السوق، القصد منها الإساءة لسمعته، القصد منها إني أنا أحرق هذا الشخص بالمفهوم العادي. قضية اغتيال الشخصية قد تتضمن ذم وقدح، قد تتضمن جريمة افتراء، قد تتضمن صور عديدة. المشرع الأردني لا يعاقب على جريمة اغتيال الشخصية إلا أنه بموجب قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد هي تدخل من ضمن اختصاصاتها التحقيق في قضايا اغتيال الشخصية. المصطلح المهم اللي هو ممارسة حق النقد المباح، بمعنى أنه يجوز للصحافة، يجوز للأشخاص أن توجه نقد إلى أداء السلطات العامة، لكن هذا الأداء بناء. نعم، كيف يكون شكل بناء؟ بده يكون موجه إلى شخص يتبوأ، إذا شخصية عام أو شخص يتبوأ منصب عام، أو أن يكون النقد موجه إلى أدائه وليس ما ليش دخل في حياته، مش إله كشخص حياته ولا حياته الشخصية ولا الإساءة الشخصية فيها. أنا بنتقد سين الذي يتبوأ منصب وزير كأداء وكعمل وكإنجاز، بس أنا ما ليش دخل في زوجته، ما ليش دخل في أولاده، ما ليش دخل في حياته الشخصية. إذن هذا اسمه إيش؟ هذا اسمه نقد لشخص موظف عام. وأن يكون هنالك حسن نية، بمعنى ما يكونش في عندي تعارض مصالح، ما يكونش إيدي مصلحة شخصية أبتغيها، أنا أبتغي فقط تحقيق المصلحة العامة وتحقيق تقويم أداء الحكومة، تقويم أداء الجمعية المعينة، تقييم أداء المؤسسة التي تقدم خدمات. نعم. إذن في عندي ضوابط للنقد. الذم النقد المباح هو في شكله الخارجي هو عبارة عن ذم وقدح، لكنه يخرج عن إطار العدوان المعاقب عليه، لأنه لم ينصرف إلى المساس بسمعة هذا الشخص، إنما بل بأدائه بتحقيق مصلحة عامة. وكان إيش؟ وكان الكلمات المستخدمة ليس القصد منها الإساءة لهذا الشخص بقدر ما هي واجبة حتى تستطيع إذا كانت جهة حكومية إصلاح وتقديم الخدمة الأفضل للجمهور. نعم دكتور، كنا نحكي قبل الحلقة أنا وياك عم ندردش، قلت لي في حدا
هلا الصما بدنا نحكي اسماء بخصوص خطاب الكراهيه انه صحيح بدي تحكي هذا الموضوع لو صحيح. بدون ذكر اسماء بدون ذكر اسماء وبدون ذكر يعني اللي بيراقب الايام الايام الماضيه الفتره هذه انه احدى الاشخاص وحتى هذا يعني له وجهه نظر في قضيه معينه وجدنا قديش في تكفير قديش في محاول اخراج قديش في نصوص نصوص جارحه بحق هذا الشخص سواء كان ذكر او انثى وبالتالي تتنامى خطاب الكراهيه ويتنامى التحريض أيضا. التحريض ضد هذا الشخص بسبب موقفه اما من قضيه دينيه او من قضيه المراه او من قضيه قضيه معينه. انا الفكره هون انه احنا سبق انه احنا مرينا في هذه الحاله كويس وكان هنالك جمله كبيره من التحريضات ضد احد الكتاب الاردنيين والذي ادى الى انه قيام شخص بقتله صحيح. فبالتالي الخوف في خطاب الكراهيه اللي هو تكرار نفس الفعل الخوف من خطاب الكراهيه انه هو بيؤدي الى وجود نزعات جرميه تجاه اشخاص بسبب مواقفهم السياسيه فبالتالي الخوف دائما من خطاب الكراهيه بانه خطاب موجه هذا الخطاب الموجه يهدف الى افناء الشخص بمرحله من المراحل او الى اخراجه من اطار انا مشكلتي على السوشيال ميديا انه لما انا بدي اوجه خطاب كراهيه او بدي اسوي حلقه تنمر عن شخص معين لانه قلنا كمان ممكن عن اعاقات جسديه ممكن عن شخص معين انه صحيح. توجيه بس انا شو المشكله انه المشاركين قد لا يكونوا اصلا معنيين يعني بمعنى انه هذا هو لا يحتوي فقط الجمهور الاردني لا يحتوي ايضا طبعاً. فقط السكان في مجتمعات عديده اذا هو مجتمع مفتوح نعم. فبالتالي عم بتنامى بكبر بتوسع بصير عندي مشاركات كثيره بس لسبب هذا الموقف فبالتالي بتكون عندي كم هائل كبير من التحريض ضد هذا الشخص كويس كم هائل كبير من الفيديوهات القديمه من المقابلات القديمه اللي قام فيها من حياته الشخصيه فبالتالي بتم استغلال هذه الكم المعلومات المتوافره على الشبكه العنكبوتيه وبحطها تجاه هذا الشخص اذا الان انا عم بعرض هذا الشخص الى نبذ المجتمع بعرض هذا الشخص الى خطر واحد يعني اسف واحد ماشي بالشارع شافني بقول ايه هذا فلان صحيح. كويس فلذلك لما اقول انه خطاب الكراهيه هو خطاب مستثنى من حريه الراي والتعبير خطاب مستثنى من حريه الاعلام وهذا القوانين الهيت سبيتش موجوده في امريكا موجوده في بريطانيا موجوده في كل دول العالم بتونس بمصر بالسودان موجوده كقانون يعني انا صحيح. يعني اذا نيجي نقارن احنا بنقول انه التعديل الاول على الدستور الامريكي اللي منع الكونغرس الامريكي من اصدار اي قوانين تتعلق في حريه الراي والتعبير كويس لما جرموا خطاب الكراهيه هو خارج اطار حريه الراي والتعبير فبالتالي عندهم قانون يعاقب على خطاب الكراهيه لحد هلا ما عندنا احنا قانون احنا ما عندناش نص واضح المعالم يحدد اركان ما هي جريمه خطاب الكراهيه نعم. انا عندي نص في قانون العقوبات اللي هو نص اللي هو اثاره النعرات التحقير والشتم اثاره النعرات الطائفيه والمذهبيه والعنصريه وهذا النص حمال يعني خلينا نسميه واسع حمال اوجه فبالتالي لابد من ضبط الركن المادي لاثاره النعرات ومن ثم تحديد معالم ما هي الامور التي تدخل ضمن خطاب الكراهيه في نعم. عندي كلمات كثيره مستخدمه في المجتمع هي تنم عن كراهية في عندي نعم. تصرفات كثيرة تنم عن خطاب الكراهية في عندي بعض أحيانا يمكن أن تؤول يعني المشرع الأردني تنبه لهذا الموضوع أظن في عام 2017 صحيح. في تعديل 2017. في نعم. تعديل قانون العقوبات الأردني أثار أضاف هو نص أتوقع 467 مادة أضاف نص المادة 467 أضاف فقرة فيها على إثارة أن على خطاب الكراهية في الملاعب نعم. في الملاعب أو إذا امتدت إلى خارج الملاعب فبالتالي أنا عندي الهتافات التي تخرج عن إطار المألوف وتحمل خطاب كراهية تجاه فريق أو مشجعين الفريق الآخر وانتقلت هذه الخطاب إلى خارج الملاعب يعاقب عليها المشرع بعقوبة الحبس
لكن لا يوجد عندي تجريم لخطاب الكراهية سوى في إلا بهذه المادة، إلا بهذه المادة في حدود الملاعب والملاعب والملاعب. نعم وحكينا الشغلة الثانية اللي هي إثارة النعرات. وعندي إثارة النعرات. نعم. لكن اليوم احنا بحاجة إذا صار في عندي تعديل لقوة الجرائم الإلكترونية أن يكون في عندي تجريم لخطاب الكراهية، لكن عشان كمان برضو إنه ما يكون هذا ما يكون هذا التجريم يؤثر على حريات الرأي والتعبير، يجب أن يتم ضبط، يكون محدد ضبط الركن المادي لجريمة خطاب الكراهية. كويس، يجب ضبط ما هي الأقوال والأفعال التي من شأنها أن تؤدي إلى إثارة النعرات، ما هو القصد الجرمي في إثارة النعرات. نعم، يعني بمعنى يجب أن تكون المعالم واضحة، أو حتى عند اللزوم حتى لو تم توسيع النص لحيث يشمل حالات، هذه الحالات تعتبر من قبيل خطاب الكراهية، حتى أستطيع أنه أنا أتجنب أن يكون هذا النص يؤثر على خطاب حرية الرأي والتعبير. نعم دكتور، احنا رح نكمل معك بعد الفاصل. متابعينا الكرام خليكم معنا بعد الفاصل، راجعين. رجعنا معكم متابعينا الكرام، وأكيد مكملين مع الأستاذ الدكتور صخر الخصاونة، وكنا نحكي عن موضوع خطاب الكراهية قبل الفاصل، راح نكمل برضو عن هذا الموضوع حتى كل المشاهدين يديروا بالهم من استخدام وسائل السوشيال ميديا. هلأ بدنا نحكي عن موضوع صور خطاب الكراهية. شو هي الصور دكتور؟ لما نقول صور خطاب الكراهية بمعنى كيف يظهر خطاب الكراهية، أو كيف بيتم استخدامه، أو ما هي الحالات اللي بيصير فيها خطاب كراهية. إحنا بنحكي على مجتمع، هذا المجتمع فيه فئات كثيرة، فيه الذكر والأنثى، فقد يكون في عندي خطاب كراهية موجه ضد الأنثى باعتبارها يعني جزء من المجتمع، فبكون الخطاب موجه ضد السيدات أو النساء في المجتمع نتيجة يعني المطالبات أو نتيجة الحقوق أو الحريات أو نتيجة العنف الأسري أو نتيجة، فبالتالي فقد يكون الخطاب موجه ضد الذكر أو ضد الأنثى، وهذه من الصور اللي دارجة. وفي بعض الكلمات التي تنم عن خطاب الكراهية يستخدمها الذكر والأنثى، وبتكون أيام ممكن أنا بفكرها هي من باب النكتة من باب الدعابة، لكنها في حد ذاتها هي صورة من صور خطاب الكراهية. وهذه، وأنا لن أذكر إشي على الهواء أي كلمات، لأنه إذا ذكرتها بتصير زي كأنه أنا بجسد هذه الكلمات. أكيد طبعاً. فأنا بترك لكل المستمعين إنه كل واحد يفكر بالخطاب، إنه يعني كيف توجه المرأة خطاب للرجل، والرجل كيف يخط، أو ما هي النكت، أو ما هي الأشياء. هذه الصورة واحدة من الصور. الصورة الثانية الصورة اللي بتحمل دائماً طابع التمييز الديني، هذا كذا من هذا دين، طوائف كذا، طوائف ويمكن. نعم. واحيانا لا مش طوائف، احنا بنحكي على دين كذا ودين كذا، فبالتالي احيانا مثلا من الاشياء اللي بنعاني منها احنا مقبلين على عيد، هذا نعيد ما نعيدش، هذا عيد كويس، هذا من الكلام اللي دائما بيحمل في طياته في الاخر، في المحصله الاولى، في المحصله الاخيره. صحيح. الاردنيين امام القانون سواء، وكل الاردنيين لهم نفس الحقوق والواجبات، وبالتالي انه المساس في بهذه الفكره يشكل خطاب الكراهيه. نعم. هو مرفوض اصلا، هو مرفوض طبعاً. المجتمع يتكون من عده فئات، من فئات معينه. كويس، هذه الفئات من ضمن الفئات اللي ايضا دخلت علينا في المجتمع مجتمع اللاجئين. صحيح. المجتمع اللاجئين، فايضا الخطاب الموجه للاجئين او
صح. او صح. مثلا انا باجي بقول لقد زادت نسبه ارتكاب جرائم كذا بسبب وجود اللجوء كذا وجود اللاجئين، فبالتالي صح. هذا خطاب كراهيه موجه ضد اللاجئين. ومش احنا بنحكي بس دكتور والمشاهدين كمان، احنا مش بنحكي بس بالاردن، لا لا انا يعني بحكي اذا ندخل بالسوشيال ميديا بتشوفوا كذا حدا بكذا دوله بيحكي عن هذا الموضوع، يعني خاصه في الفتره الاخيره انه كثره اللاجئين والدول الجوار. صحيح. في بعض لسه في بعض الاعلاميين المحترفين والاعلاميين المشهوريين تجرؤوا بان يظهروا على وسائل الاعلام بشكل عام بان يذكروا اسباب اللجوء وانه زادت نسبه الجرائم وزادت بسبب كذا وكذا وكذا، انه اكلوا اكلاتنا ذبحونا سوونا عملونا، هذا الحكي مرفوض رفض تام، لانه هذول يشكلوا جزء لا يتجزأ من النسيج خلينا نقول الوطن المجتمعي أكيد. كويس، فبالتالي لطالما هم موجودين فهم فئات دائما. فايضا خلينا نحكي دائما في عندي بالمجتمع ايضا فئات قليله، طوائف قليله، أقليات. نعم. ايضا في بعض الاحيان يتم توجيه خطاب الكراهيه تجاه هذه الفئات. يعني انا بذهني آلاف الكلمات المستخدمة سواء بوسائل الإعلام أو ما بين الناس تحمل في مكنوناتها خطاب كراهية، وهي كلمات أحيانا إحنا نذكرها يعني ونتداولها دون أن ندرك خطورتها النفسية على هذا الشخص اللي إحنا بنسويها، ودون أن ندرك خطورتها على المجتمع، ودون أن ندرك خطورتها على الأمن والنسيج الوطني اللي إحنا بنحكي فيه. هي مش مجرد تنمر دكتور، هي مش مجرد التنمر إنك أنت التنمر. شوفي كلمة نعم. التنمر يعني عشان أحكي عشان برضه أنا المشاهد يميز عشان أحكي شو التنمر. أيوة التنمر هي يميز شو التنمر. هلا ما في برضه كمان ما في إيش اسمه جريمة اسمها جريمة التنمر الإلكتروني. نعم. بس التنمر بداية كان يدرسوه في علم النفس وعلم الاجتماع إنه هذا تنمر في المدارس، انه في استقواء من قبل طالب او مجموعه من الطلاب على طالب ضعيف وبيتم التنمر عليه. في ظل ظهور مواقع التواصل الاجتماعي انتقل هذا التنمر من المدرسه الى صفحات الى صفحات السوشيال ميديا، فبالتالي هذا التنمر دائما بيكون الطرف الاقوى على الطرف الضعيف. كان في عندي بالمدارس كانت الطرف الاقوى سواء كان شخص واحد او مجموعه من الصف، لكن اليوم لما أنا بنقله على مواقع التواصل الاجتماعي بطل طالب مدرسة يعمله، صار يعمله شخص كبير. أكيد. اثنين صار يلاقي مؤيدين لفكرته، فهو بالأخير التنمر هو واحدة من صور خطاب إنه بيحمل في مكوناته نوع من أنواع خطاب الكراهية لنبذ فرد من المجتمع أو فرد مجموعة من المجتمع. نعم. أو لترويج لفكرة وإقصاء باقي الأفراد منها. يعني كمان برضو في واحد من صور التنمر الإلكتروني أنه أنت ضمن المجموعة أنت خرجتي أنت قلتي لا والله اللي عيب تحكوا هيك بطلعوك برا أو بسوي لك بلوك. إذا أنا سويتك بلوك إذا أنا كمان برضو قاعد إيش بدخل بس فقط الناس اللي المؤيدة يمشوا على هذا الاتجاه. أيوة. فبالتالي اليوم خطورة التنمر الإلكتروني أنه أنا ما بعرف مين معي ومين ضدي ومين اليوم مأيدني بالفكرة مش مأيدني، وبتنتقل هذه الفكرة من الواجهة العلن إلى رسائل مخفية على الإنبوكس كويس. صحيح. إلى بتتضمن كلام بذيء كويس، بعدين بتنتقل إلى أنه إذا كان في عندي أي مسج أو إذا كان في عندي مش عارف إيش بصير أودي عليه وبصير أخذ سكرين شوت أوديه على مين، أبعت على مجموعات تانية، فبالتالي أنا قاعد بكبر من إطار الأذى النفسي. نعم. نعم. والإطار. فلذلك دائما لما بنحكي أنه في خطورة من استخدام التكنولوجيا وفي خطورة من خطاب الكراهية في خطورة. صح. من التنمر الإلكتروني، بينما الذم والقدح واضح، واحد سب على واحد كويس فيها أذى وفي قانون كمان وفي عندي إجراءات وفي عندي وحدة مكافحة الجرائم في عندي بقدر أشتكي عليها بقدر يجيبوا لي إياه. بس لما أنا قاعد بزيت كمية كبيرة من لا عشان أحكي لك شيء تاني لسه لما أجي أستخدم الهاشتاج الوسم أوكي. إذا أنا قاعد بخصص كويس والله اليوم إيش الترند تبعنا هيك، فإذا أنا وين قاعد بخصص مجموعة كبيرة من يعني مش عارف شو بدي أحكي لك، يعني خطاب كراهية على تنمر على كلمات موسيقى على استخدام حياة خاصة بعملها لترند تطلع وبعملها ترند فبالتالي اللي ما انحرك حركته. صحيح
صحيح صحيح. بس بعتقد برضو أستاذ على البيئة السليمة والترباية السليمة إلها أكبر دور كمان في إحنا كيف نستخدم هاي الوسائل زي أي شيء بالحياة. أشكرك. يمكن الشيء بالشيء يذكر ويجب أنه نعم. إحنا كمان يعني نستذكر الأشياء الإيجابيات اللي دائما بتصير عنا. تنبهت الأردن والناس المعنيين في الإعلام وتنبهت الحكومة إلى وجود لابد من وجود شيء اسمه تربية إعلامية. وأطلقت معنى اليونسكو حملات لتدريب وتعليم وتثقيف الطلبة في المدارس على شيء اسمه التربية الإعلامية. التربية الإعلامية بمفهومها إنه إحنا يجب أن نتعلم كيف نعبر عن رأينا وكيف نقرأ الأخبار، كيف نحلل الأخبار، وكيفية إنه كيف نستخدم هذا الخبر في إنه إحنا نمنع خطاب الكراهية. اليوم أنا بقدر أحكي إنه صحيح أن ما زال خطاب كراهية، بس اليوم أنا وياك إذا نرجع لقبل 10 سنين نجد إنه الصفحات المواقع التواصل الاجتماعي مضبوطة وأخلاقية أحسن من قبل 10 سنوات. صحيح. إذن الآن وكل يوم عن الثاني على الرغم من وجود إشكاليات، على الرغم من وجود ناس، إلا أنه عم بيتحسن استخدام الناس لكيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. كيف بتحسن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي؟ أولا الناس بلشت يعني أكون صريح معاكي واللي يعني إحنا ما حد علمنا كيف نعبر عن رأينا بالزبط. لا في المدرسة بالزبط. ولا في وفجأة اسمي فجأة ما لقينا حالنا قدام إشي مساحات فضاء أكتب. يعني عن جد يعني أنا بحكي عن نفسي وبحكي عن كثير من الناس، ما حدا علمنا بالمدرسة إنه كيف تستخدم السوشيال ميديا. لا موجود. مش كيف تستخدم يعني كيف أو نعبر أو تعبر عن رأي. يعني كويس ما حدا علمنا. فجأة لقينا حالنا قدام مساحات فضاءات كبيرة، شفنا الناس تكتب، صارت الناس لا وبعدين صار في عندي ميزة كوبي بيست أنقل المعلومة. اليوم لما أنا بوجه والحكومة مشكورة بالحكي هذا وبشتغلوا عليه يوميا والوزارة التربية والتعليم تشتغل عليه ويعني وكثير جهات في الأردن تشتغل عليه. لما أنا باجي بعلم الطالب كيف تعبر عن رأيك، كيف أول شيء كيف تقرأ الخبر، كيف تحلل الخبر، كيف تحدد أن هذا الخبر مهم، وكيف وهل تقبل أن تعيد نشر هذا الخبر على صفحتك على الفيسبوك؟ ومن ثم هل هنالك محتوى جيد أنك أنت تنشره؟ إذن هذه التدريب والتعليم والتثقيف لكيفية التعبير عن الرأي، التمييز ما بين الحياة الخاصة، التمييز ما بين الصور، التمييز ما بين الأخبار الزائفة، كيف أتحقق من الخبر؟ يعني كويس. إذن شو المصدر؟ شو المعلومة من وين جاءت؟ فاليوم الجيل عم بيطلع بيرتكب أخطاء، الناس اللي بتطلع بترتكب أخطاء، لكن ليس مثل قبل 10 سنوات. أكيد. فبالتالي حرية الرأي والتعبير هي أحد الحقوق الأساسية، لكن هذا الحق الله خلقنا يعني أعطانا إياه بالفطرة، لكن نحتاج إلى تدريب. صحيح. لكن نحتاج إلى دون ممارسة. إذا أي طرف آخر. فبالتالي نعم. هلأ تدريب على حرية الرأي والتعبير، أنا دائما بقول الدولة يجب أن تكفل حرية الرأي والتعبير، لكن المواطن والمجتمع فيه مجموعة من الحقوق لازم يعرف. لازم تكون موازنة. أول واحدة إنه هل أنا بقبل الرأي والرأي الآخر؟ أنا كشخص. نعم. أنا كشخص. نعم. اثنين، هل أنا عندي القدرة على التجربة؟ يعني هل المجتمع يسمح بالتجربة؟ هل المجتمع يسمح بحق الخطأ؟ طيب أنا عبرت الرأي، أخطأت وجربت، هل المجتمع يسامحني أو لا يسامحني؟ كويس. إذا كانت هذه العناصر موجودة عند المجتمع كويس، فإذا بالتالي فبصير عندي الممارسة على حرية الرأي والتعبير. ممارسة دور حرية الرأي والتعبير بالأخير راح يكون عندي أنا منتج، هذا المنتج خالي من خطاب الكراهية، هذا صحيح. المنتج خالي من الاعتداء على الحياة الخاصة، هذا المنتج بالنهاية يخدم تحقيق المصلحة العامة. يمكن أنا في مصطلح دائما بيطالبوا فيه ويمكن أول واحد طالب فيه جلالة الملك في إحدى المؤتمرات قبل 10 سنين، إنه يجب أنسنت الإنترنت. ما هي أنسنت الإنترنت؟ بمعنى يجب أن يكون هنالك محتوى إنساني. نعم. إنساني. هذا المحتوى الإنساني بمعنى محتوى
يحمل القيم الإنسانية، صحيح. القيم الدينية، يعني القيم العادات التقليد. يعني حتى حكينا فيها بالحلقة الماضية دكتور، كان عندنا حلقة الماضية اللي هي تغطية الجرائم يعني من ناحية إعلامية وصحفية، فبرضو هذا الموضوع حكينا عن أنسنة الإجراءات، يعني ناخذ الموضوع بإنسانية بدون إلحاق ضرر بالمجتمع وبالآخرين. يعني أنا لما بقول أنسنة، إذا إدخال مفاهيم قيم حقوق الإنسان، صحيح. ضمن إطار المحتوى الإعلامي. نعم. وواحدة من أهم معايير الحقوق الإنسان المساواة بين الرجل والمرأة، مبدأ المساواة بين المواطنين، مبدأ احترام إيش الأديان، احترام العقائد الديني، احترام المعتقد الديني، احترام ممارسة الشعائر الدينية، احترام إيش حقي، يعني احترام حقي في المراسلات. إذن هذه قيم إنسانية، قيم دستورية، قيم. فبالتالي كل ما أنا كان المحتوى عندي يدخل فيه مفاهيم الإنسانية. نعم. ومفاهيم القيم الإنسانية، نبتعد عن خطاب الكراهية. نبتعد عن خطاب الكراهية. نعم. لطالما أنا عندي يعني واحدة من مفاهيم الإنسانية إنه أنا بمثل، أنا هويتي أردنية كويس، بعاداتها بقيمها بتقاليدها بدينها. فإذا أنا احترمت هذه الهوية وأخرجت على حيز الوجود، إذا أنا دخلت وين؟ ضمن إطار القيم الإنسانية، وبالتالي لم يكن هنالك ضرر على أحد من الأشخاص الثانيين. لكن إذا أنا دخلت في هذا الموضوع إنه أنا كذا وأنت كذا، لا، أنا دخلت وين الآن؟ في مشكلة حقيقية، مشكلة تحتاج إلى جيش، شرطة، دفاع مدني، مخابرة. يعني آسف، يعني صحيح. يعني أنا بدخل الآن في قصة أكبر ما إنه يعني واحدة من أهم عوامل الاستقرار، مش بس السياسي والاقتصادي والشغل، إنه أنا تكون المحتوى عندي إنساني، المحتوى عندي حقيقي. يعني صحيح. انا لما ظن اقول في فساد 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 فساد، مين بيجي يستثمر عندي؟ ولا حدا. اكيد. يعني هاي واحده بس هيك، بس انا كل فساد فساد فساد، والله ما حدا بيجي بيستثمر عندي. صحيح كلامك، صحيح. انا كثير استمتعت بالحوار مع حضرتك استاذ، ومبسوطه جدا على هذا الموضوع لانه جدا مهم. لكن بنهايه الحلقه، هلا اللي عم بسمعونا سمعوا من ضمن الحلقة أنه ما في قانون، لأنه ما في أركان مادية تشمل خطاب الكراهية، فمش معنا وكونك قانوني وموجود معنا بمنصات وبسوشو، شو بتنصح اللي بيسمعوا حلقتنا لليوم؟ ممكن ناس بتقول لك نفسها ضعيفة، بقول لك ما في قانون يجرمني، خلاص أنا ماشي مثل ما بدي. أنا معناته أنا لم أكن موفق في وصول الفكرة. لا لا لا، أنا موفق جدا. أنا بدي أوصل. أنا بدي أوصل. نعم. أنا لم أقول لا يوجد نصوص قانونية. لكن حكينا عن شو في موجود. لا توجد نصوص قانونية تجرم على خطاب الكراهية. يعني فيش جريمة اسمها. نعم. جريمة اسمها خطاب. لكن الأفعال التي قمت تهجم الخطاب الكراهية قد يعاقب عليها المشرع بواحد، نشر شائعات، اثنين ذا مقدع، ثلاثة افتراء. نعم. أربع، يعني في عندي صور إثارة النعرات. إثارة النعرات. نعم. فعندي صور كثيرة كويس، لكن هي من ضمن الأسئلة اللي سألناها. هي صور كثيرة يعاقب عليها المشرع. اثنين، في عندي برضو عندي قانون اسمه قانون منع الإرهاب كويس برضو. طبعاً. دقيقة شوي. طبعاً. يعني برضو كمان بعض الكلمات مهمة. بعض الكلمات. نعم. وبعض الأشياء تدخل في إطار قانون مكافحة الإرهاب وتصل. نعم. عقوبتها إلى الحبس لمدة 8 سنوات. أنا لما حكيت إنه لا توجد جريمة بحد ذاتها اسمها خطاب. نعم. لكن الأفعال، لكن الأفعال التي يمكن القيام بها قد تشكل جريمة. أيوة. وهذه الجريمة عقوبتها شديدة. فإحنا ندعو المشرع إلى ضبط خطاب الكراهية وتحديد أركان الجريمة حتى. نعم. نستطيع أن نجنب الناس وأن نهذب خلينا نسميه المحتوى الأردني على مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث إنه أنا أتجنب خطاب الكراهية وأتجنب المسائل القانونية. لكن اليوم في بعض الأشخاص بيصطادوا، خلينا نقول، بجهة معينة. عرفت كيف؟ أنا بس أنا عشان أنا أنا دائما بحاول إنه ما أخوفش الناس. أنا بحب الناس تحكي في تحكي، لكن الأفعال تشكل جرائم مختلف عليها. نعم. فشو بتوجه لهم رسالة أخيرة لكل مستخدمين؟ الرسالة الأخيرة لكل مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي ولكل الأشخاص، حتى مش في يجب استخدام الكلمات التي تتناسب مع قيمنا.
يجب انه يجب وانسانيتنا، يجب استخدام المفاهيم الإنسانية، يجب تجنب الكلام المسيء الى الفئات في المجتمع، ويجب انه اتجنب عن استخدام الكلمات التي نعتبرها من قبيل النكت والدعابة، ولكنها تشكل صورة من صور خطاب الكراهية، وان نكون دائما وباستمرار ماشيين بحيث أن يكون هناك في نوع من أنواع الود والسلام بين أفراد المجتمع، وأن كل فئات المجتمع الأردني على قدر المساواة وفقا لمبدأ المساواة بين الأردنيين جميعا. شكرا لوجودك أستاذ معنا، وشكرا لكم المعلومات الرائعة القانونية المفيدة بحلقتنا لليوم، وخصوصا على شبكة منصات وبرنامج سوشال. شكرا كثير لوجودك. شكرا لك، وشكرا شكرا لكل اللي شاهدونا، ونعتذر على الإطالة. لا بالعكس، احنا المفروض نوعي المشاهد ونوصل المعلومة بشكل صحيح. شكرا لك دكتور. شكرا لك. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، واكيد استنونا بحلقة جديدة من برنامج سوشال.